السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في درس جديد دائما من مع وحدة مظاهر حياة الحيوانات. اليوم لنا موعد مع الحصة السابعة تحت عنوان بماذا تتناول الحيوانات أغذيتها. إذا في هذه الحصة أصدقائي سنتمكن من التمييز بين الحيوانات حسب طريقة تناولها للأغذية، يعني حسب الطريقة والكيفية التي تتناول وتستهلك بها الحيوانات غذاءها. سنتعرف أن بعض الحيوانات لها أسنان وأخرى لها منقار وإلى غير ذلك من يعني الآليات الجسمانية التي تمكنها من يعني تناول غذائها. إذا لاحظوا معي صورة الملاحظة والصورة المقترحة في فقرة ألاحظ، لاحظوا لدينا طائر لقلاق يلتقط سمكة، لاحظوا معي السمكة وهي محصورة بين منقاره، إذن فهو يلتهم يعني غذاءه عبر المنقار. إذن هل جميع الحيوانات تلتهم يعني غذاءها عبر المنقار، أو لكل حيوان يعني آليته أو أعضاؤه التي تمكنه من تناول الأغذية؟ إذا هذا هو التساؤل المطروح، سنكتبه في فقرة التساؤل وأفترض. بماذا تتناول الحيوانات أغذيتها؟ إذن هذا هو التساؤل المحوري الذي سنحاول الإجابة عنه خلال هذه الحصة مع النشاط الموالي، نشاط أتحقق. لاحظوا معي النشاط أو السؤال المقترح: أبحث عن عضو تناول الغذاء عند الحيوان ثم أصله بالصورة المناسبة. لاحظوا معي لدينا زرافة، لدينا أسد، حرباء، لدينا لقلاق، لدينا ثعبان. إذن كل حيوان من هذه الحيوانات فهو يستعمل يعني بعض الأعضاء من جسمه، خاصة الوجه، من أعضاء الوجه لتناول غذائه. إذن سنبدأ مع الزرافة. لاحظوا معي الزرافة، فهي يعني لاحظوا لسان الزرافة فهو العضو المسؤول عن تناول الغذاء. إذن بطبيعة الحال سنربط الزرافة مع خانة اللسان لأنه هو العضو المسؤول عن تناول الغذاء عند الزرافة. لاحظوا معي الصورة الموالية هي للأسد، لاحظوا معي الأسد، لاحظوا معي فكي الأسد، الفك العلوي والفك السفلي، لاحظوا معي الأنياب، الأسنان، القواطع، الأضراس. فهو يعني الأسد من الحيوانات التي يستعمل فكه وأسنانه لالتهام الفريسة وتناول الغذاء. إذن فهو يستعمل الفك ويستعمل كذلك الأسنان، ونصله بخانة الأسنان كذلك. لاحظوا معي الحرباء، فهي يعني تمد لسانها لالتقاط الحشرات ولالتقاط الفرائس. إذن الحرباء هي تستعمل اللسان وتستخدم لسانها لتناول الأغذية. إذن اللقلاق هو من الحيوانات أو من الطيور الكبيرة التي تستخدم المنقار، فهو يعني من الحيوانات التي يستخدم منقاره لالتهام غذائه، ونصله بخانة منقار. لاحظوا معي الثعبان، الثعبان فهو يستعمل يعني الفكين، فهو لديه فكين يعني قويين جدا يمكنانه من التهام فرائسه بكل سهولة. إذن كما لاحظتم فكل حيوان يستخدم يعني أعضاء معينة لالتهام الغذاء، فمنها من يستعمل اللسان، منها من يستخدم الفك والأسنان، منها من يستخدم المنقار. إذن يمكن تصنيف الحيوانات إلى مجموعة من يعني
الأنواع يعني مجموعة من المجموعات، كل مجموعة فهي تستهلك غذاءها بعضو معين. إذا هذا ما سنلاحظه في فقرة استخلص، لاحظوا معي لنقرأ هذه الفقرة. تتناول الحيوانات أغذيتها بالأسنان أو اللسان أو المنقار. يمكن تصنيف الحيوانات حسب العضو الذي تستخدمه في التغذية. إذا كما قلت، يعني الحيوانات تستهلك أغذيتها بالأسنان أو اللسان أو المنقار أو الفك. ويمكن كذلك تصنيف الحيوانات إلى مجموعة من المجموعات حسب العضو الذي تستخدمه في الأغذية. إذا بالنسبة للترجمة، لاحظوا معي لدينا ترجمة كلمة أسنان لدون، منقار لبك، لسان لونغ. الآن نمر إلى النشاط أطبق. إذا لنقرأ جماعة النشاط ثم نجيب عنه. اكتب رقم الطائر في الخانة المناسبة. لاحظوا معي لدينا مجموعة من الطيور، يعني كل طائر يستعمل منقاره لوظيفة معينة. لاحظوا معي هنا الطائر الأول، لاحظوا معي ماذا يفعل بمنقاره. هو يمتص رحيق الزهور. إذا رقم واحد سنكتبه هنا في هذه الخانة. في المنقار يستخدم، في هذا الطائر يستخدم منقاره في امتصاص الرحيق، ونكتب واحد هنا. بالنسبة لي لاحظوا معي الصورة الثانية. لاحظوا معي هذا الطائر، فهو يستعمل منقاره للبحث، يعني لتمزيق اللحم، فهو من الطيور الكاسرة، ومنقاره لتمزيق اللحم، لحم الفريسة. إذا هنا رقم اثنان سنكتبه هنا، منقار يمزق اللحم. إذا فهو من الطيور الجارحة، ونقول هذا الطيور الكاسرة التي تعتبر من الطيور المفترسة كذلك، فهي تستعمل المنقار ل يعني تمزيق اللحم. لاحظوا معي الصورة رقم ثلاثة، هذا الطائر ماذا يفعل؟ فهو يبحث بمنقاره عن الحشرات، يعني الحشرات الصغيرة العالقة ب يعني جذع الأشجار أو جذوع الأشجار. إذا فهذا الطائر رقم ثلاثة نكتبه هنا ثلاثة، أي طائر يستخدم منقاره للبحث عن الحشرات. إذا هذا فيما يخص هذا الدرس تحت عنوان بماذا تتناول الحيوانات أغذيتها. إذا أصدقائي، يعني خلاصة هذا الدرس أن الحيوانات تستعمل أعضاء معينة لتناول الفريسة، فمنها من يستخدم المنقار، منها من يستخدم اللسان، منها من يستخدم الفك، أو منها من يستخدم الأسنان. وبطبيعة أو حسب طبيعة العضو المستخدم، فالحيوانات تصنف إلى مجموعة من الأصناف. إذا أصدقائي، بهكذا نكون قد أنهينا هذا الدرس. أضرب لكم موعدا مع الدرس المقبل من هذه الوحدة تحت عنوان كيف أحافظ على الحيوانات. إلى ذاك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.